في أثناء ذلك أكد منظمو التظاهرات في بيان لهم أنهم لم يقدموا أسماء مقترحة لمنصب رئاسة الجمهورية لعدم تعقيد المشهد السياسي المعقد أصلاً، مطالبين في الوقت نفسه جميع من في السلطة أن تكون لهم مساعا وطنية جادة في حلحلة الأزمة سريعا، فيما حذروا من تصعيد أكبر خلال الأسبوع المقبل في حال لم يتم العمل على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت. وما دفعنا لوضع حلول شعبية على شكل خارطة طريق واضحة المعالم، أولى خطواتها هي هذه التظاهرة بحشودها الساعية للعبور بالبلد إلى بر الأمان، والتي كان من المقرر أن تشهد طرح الأسماء المقترحة شعبيا لرئاسة الجمهورية والوزراء، لكن ونزولا عن تطلب عدد من واجهات الشعب والاحتجاجية، ولأننا طلاب خيرا لهذا البلد، ولكي لا تتخذ الأطراف المتصارعة من طرح الأسماء حجة لتحميل تعقيد المشهد السياسي المعقد أصلا، قررنا التريد بطرح تلك الأسماء. لذا فعلى جميع المشتركين في السلطة أن يكون لهم مساع وطنية جادة في حلحلة الأزمة وإذابة جليدها سريعا.